السيد الرئيس، الحضور الكريم، دعم وتوطين الصناعة الوطنية كان هدفاً معلناً لدى الدولة المصرية، فالاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، فتح آفاق أمام تصدير المنتج المصري كان نهجاً اتبعته الدولة المصرية مع دعم القطاع الخاص. وهنا الدولة قالت لكل مصنع ولكل من لديه إرادة ابدأ. أنا عندي 77 سنة وواقف على رجلي الساعة 8 بالليل في البرد، لأن ده حلم بتاعي. أنا ابتديت المكان ده رمل تماماً، أنا نمت على في قلب الرمل ده، أنا وإخواتي وأولادي كنت بسابق الزمن فيه. أنا صاحب حلم، ولو ما قدرتش أكمل حلمي ولادي إن شاء الله يكملوا الحلم من بعد إن شاء الله. أتصور إن التحدي بيولد فرصة والأزمة بتولد فرصة. ابدأ كمل، لسه بدري، إحنا عندنا فرصة كويسة. احنا ما دورناش عليهم، هم اللي دوروا علينا الحقيقه يعني فعلا. وهم الحقيقه كان ليهم اثر السحر معانا في كل المشكلات اللي احنا عرضناها، كانت بتتحل على طول. انا حتى بعد مبادره ابدا كان في حتى مشاريع كنت ماجلها ل 24، بعد ما بدانا نتكلم وكده بدات اقول لا خلاص احنا نبدا نشتغل من الشهر الجاي. فعايز اقول لك انت بمجرد ما بتحس ان ابدا ظهرت، لا يعني يبدا معاها ان شاء الله حاجات كثيره باذن الله. احنا كنا من ضمن الناس اللي بدات تيجي من امريكا وبدات تضخ استثمارات في مصر. اول ما جينا هنا كان عندنا شويه عراقيل ومشاكل. يعني يمكن لما مبادره ابدا بدات معانا، يمكن كل المشاكل او 90% من المشاكل اتحلت. احنا كنا الاول ما كناش بنعرف نوصل لمسؤول، دلوقتي لا خلاص بقينا نقعد مع المسؤول، المحافظ، الوزير على ترابيزه واحده، نعرض مشكلتنا، بنلاقي طريق سهل جدا لحلها، وده اللي شجعنا ان احنا ننطلق ونكمل حلمنا. لقينا في مبادره بتاع ابدا، هم تقريبا كلموا اللي عندنا المحافظه فسالوهم المصانع اللي عندها مشاكل، لا حد بيتواصل معانا، بيقول لك ايه المشاكل اللي عندكم. اتفاجئت ان ايه، حسيت ان في حد بيدور عليك، يعني انت لوحدك، بس لقيت في وقت معين ان في حد عايز يسندك، عايز يحل لك مشكلتك. وفعلا كلمنا الناس في كذا مشكله عننا، ولانهم هم اللي بيتابعوا معانا وبيحاولوا يحلوها لنا ويشوفوا انت وصلت لايه. وانا نفسي يبقى ولادي ممكن يكملوا، يعني يبقى في جيل، ايه احنا يعتبرنا جيل التاني، يبقى جيل التالت ده يكمل. فان انت بتصنع حاجه مكتوب عليها صنع في مصر، يعني حاجه احنا بننتجها هنا عندنا في بلدنا. تواصلنا مع الجماعة بتوع مبادرة ابدأ، كان في استجابة وحصلنا منهم على بيان الصلاحية بتاع ترخيص المشروع، والحمد لله احنا في المنطقة الصناعية دلوقتي، والحمد لله انا ورا حلمي لما حققه. بنشكر مبادرة ابدأ، وقفت في ظهرنا وحلولنا كل المشاكل. هنصدر لدول شمال افريقيا بإذن الله، تصدير حلم كل شركة وكل مصنع، ندخل عملة صعبة للبلد بتاعتنا. أنا بتكلم في 9 أشهر بنيت المصنع وشطبته ومكنه، بس كان في ظهري مبادرة ابدأ كانت بتساعدني في كل حاجة، فأنا ما تعودتش إن حد يسند، دايماً أنا اللي بجري وبكافح، فقلت لا لازم أخدها حرب. لازم تحارب، مصر مش هتقوم إلا لما كلنا نفحت في الصخر. والله مبادرة ابدأ اللي هي بالمساعدة اللي هي ساعدتها لنا في موضوع الرخصة وموضوع الورق وموضوع اللي هو الإجراءات بتاعتنا دي والسهولة اللي أنا أصلاً، يعني أنا بصراحة أنا مش فاهمها حصلت إزاي. فطبعاً إحنا النهاردة لو عندنا عامل، أنا عن نفسي أتمنى يبقى عندنا 1000 عامل، بحيث إن ده كله باب رزق للمجموعة اللي موجودة معانا وخير للدنيا كلها، إلى جانب أنا بوفر الدولار اللي هشتري به المنتج من بره.
لكم كلكم يا اللي هتشتغلوا في ابدا، وكل من هو محتاج يتحرك معانا نطمن انا معاك عشان اشجعك انك انت تبقى مطمن ان في جزء من المخاطره الدوله معاك فيه. الهدف من اللي انا بقوله ده ان انا اشجع رجال الصناعه في مصر.